الزمالك يعيد فتح ملف نادي القرن ويؤكد لغة الأرقام لا تكذب. بابي يتناسى أزمة تصريحاته بمباراة مع الأطفال، وباريس سان جيرمان يحذف صورته ويهدد باستبعاده. مايكل جوردن يحمي ميسي في الدوري الأمريكي. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أسعد بمتابعتكم. نبدأ أخبارنا من مصر، وتحديداً مع الصورة التي نشرها حساب الزمالك الرسمي على الفيسبوك. تلك الصورة التي تحمل رقم 9 برسم أكبر من 7، كتب عليها لغة الأرقام لا يمكنها الكذب مهما حاول البعض. سيظل التاريخ شاهداً على إنجازات الزمالك كأكثر الأندية الإفريقية تتويجاً بالألقاب في القرن العشرين. هذا المنشور حظي بتفاعل واسع على السوشيال ميديا بين مؤيد لمطلب الزمالك من جماهيره وآخر ساخر من مشجعي الأهلي بعد مرور أكثر من 20 عاما على لقب نادي القرن. وإلى مسلسل كيليان مبابي والحرب الدائرة في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف اللاعب مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي. رغم هذا، ظهر مبابي وهو يلعب كرة قدم في ملعب خماسي بجانب أطفال الكاميرون متجاهلاً بها عاصفة تصريحاته، وذلك خلال زيارته الأولى لبلد والده الكاميرون. ويبدو أن الأمر أثار غضب العديدين، وبحسب ما ورد في إذاعة مونتي كارلو الفرنسية، فقد طالب 6 لاعبين من صفوف باريس سان جيرمان إدارة ناديهم بموقف صارم ضد مبابي، خاصة بعدما حذف النادي اللاعب من الصورة الخاصة بالمباراة الودية المنتظرة مع فريق النصر السعودي في 27 من يوليو المقبل. ننتقل الآن للحديث عن ليونيل ميسي، حيث تقدم مدرب في الدوري الأمريكي رفض الكشف عن اسمه بطلب غريب دعا فيه لمعاملة اللاعب الأرجنتيني على طريقة أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن. المدرب المجهول شدد في تصريحات لموقع ذا أثلتيك على ضرورة حماية الحكام للبرغوث الأرجنتيني أثناء لعبه مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وهو أمر أكده الحكم الأمريكي روبرت سبيك على اعتبار أن ميسي يختلف عن أي نجم عالمي لعب في الدوري الأمريكي مثل ديفيد بيكام. الختام مع كاليفورنيا وانطلاق نسخة 20 من مونديال المشردين بمشاركة 40 فريقا في بطولة دولية مخصصة لأشخاص بلا مأوى ثابت أو يقيمون في مراكز تأهيلا خلال آخر عامين، ويتنوع المشاركون بين لاجئين أو طالبي لجوء أو مجبرين على العيش في مراكز إيواء أو في الشوارع. وتعد هذه النسخة الأولى من المونديال التي تقام في الولايات المتحدة، حيث أقيمت النسخ السابقة في جنوب إفريقيا وفرنسا والدنمارك، وتتضمن مشاركة للرجال والنساء.